ديزيزز. شوف موضوع لو نسميه احنا انكسيوليتك اند هيبنوتيك دراجز. ايش يعني انكسيوليتك؟ دائما انكسايتي. انكسايتي هيبنوتيك يعني ايه؟ جسم المرمان سمباثو ليتك بارا سمباثو ليتك هيبنوتيك منور. اذا بداية المحاضرة بدنا نشوف احنا ايش هي الحالة المرضية اللي ممكن انا اعالجها بالانكسيوليتك اند هيبنوتيك. طبعا الادوية هذه تعالج حالات مرضية معينة مش تاخذها بس عشان مش عارفة ايش الفرق بين الانكسيوليتك اند هيبنوتيك. اذا كان في فرق عندي في فرق ولا لا بدنا نشوف احنا ايش هي فئات او اصناف الادوية اللي ممكن انا استخدمها لعلاج الانكسايتي او حتى السليب ديس اوردر. ولكل دواء او مجموعه دوائيه بدنا نشوف هو ايش الاندكيشن كانتك دراج دراج انتر اكشن اند ادفيرس ايفكت. طيب انكزايتي بدنا نعرف انكزايتي طبعا يعني متوتر. طيب ايش يعني التوتر؟ انا متوتر. ايش يعني متوتر؟ مشاعر يعني انا في عندي هو ايش؟ انفيزبل ستيت حاله مالها مش لطيفه مش كويسه. من ايش؟ من تنشن من الابريهنشن هو عن الخوف تمام. ام ايزنس يعني الدنيا مش ايزي ماشي شويه هيك الدنيا شايفه. خوف من ايش في الغالب بيكون ان نو خوف من البشر مش عارف متوتر. ليش متوتر؟ بقول والله يعني عندي هيك شويه من ايش مش عارف. هاي احنا بنسميها الانكسايتي. هل الانكسايتي الاعراض فقط نفسيه ولا في لها اعراض جسديه؟ في لها اعراض جسديه ومن ضمنها صار بعض ضربات القلب تعرض تمام يصير يرجف ماشي ويصير في عندك رخف في القلب شويه. اعراض مين هذه؟ اعراض السمباثيتك اكتيفيشن. اذا في الانكسايتي الاعراض الجسديه بتظهر على الشخص نتيجه من ايش؟ من تحفيز الجهاز العصبي اللي هو بنسميه السمباثيتك نيرفس سيستم اللي هو النورابينفرين والابينفرين برضه بتلعب دور في عمليه ظهور الاعراض تبعت الانكسايتي على الشخص. طبعا هل كل حاله انكسايتي لها علاج؟ طب انت كمان هو عندك فوز على سبيل المثال في عندك انكسايتي روح نجيب ادويه وتعطيك دواء اسيتاتون. لا اذا معظم الانكسايتي ستيتس اللي بنلاقيها مايد واللي بتصير كومن لايف هذه الحاله بتوفى ما فيش داعي انه انا اتدخل. بتدخل علاجيا علاجيا لما تكون الانكسايتي اللي عند الشخص سيفير كرونيك تمام وبتاثر على النورمال اكتيفيتي تبعته في الحياه. لما يكون في عنده انكسايتي وظنه قاعد في المرفه في البيت ما يطلعش يدور على المدرسه ولا على الجامعه ولا على الشغل ولا خلافه ماشي. اذا الانكسايتي تبعتك لو بتاثر على النورمال اكتيفيتي بدك تتدخل علاجيا والا المايل انكسايتي ما بدهاش. ايش العلاجات اللي ممكن احنا او طرق العلاج من الانكسايتي؟ اول حاجه في عندنا سايكوثيرابي علاج نفسي تمام. في عندنا البيهيفيرال ثيرابي العلاج السلوكي او في عندنا الفارماكوثيرابي اللي هو العلاج الدوائي. احنا خلونا في العلاج الدوائي تبعنا في الاساس. كثير عندنا انواع من الانكسايتي انواع كثير من الانكسايتي سميها اللي هو انكسايتي ديسوردر ضمنها البانيك اتاك. بانيك اتاك هو ايش؟ نوبة ضغط نوبة امراض. هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن شورت بيريود فترة زمنية قصيرة يكون في عند الشخص اللي هو اصابة بالهلع او الذعر تمام او الخوف. شو بقول لك لما يقصوا عن صاروخ وينزل على المصر يقول لك اللي هو اصابة 50 60 بالهلع والذعر هذه عبارة عن بانيك اتاك شورت. لكن هذا ايش بيصير؟ بنت صفر طيب في عندنا generalized anxiety disorders أو صار بسميها جات generalized anxiety disorders تمام. الواحد مصنف في كلينيكال لأنه عنده generalized anxiety disorders. إذا في عنده severe or excessive anxiety في أكثر من شغلة معظم أيام الأسبوع لست أشهر يعني معظم أيام الأسبوع هو في عنده anxiety اللي هو بنا tension or apprehension تمام. في معظم ايام الاسبوع لفتره تقل عن 6 اشهر ساعتها بنقول انه في عنده جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر. خايف من الاكل، خايف من الشرب، خايف من المشوار، خايف من روحه، خايف من جاي، خايف من بكره، خايف من امبارح. لا 6 اشهر ساعتها بنقول عنده جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر ساعتها لازم تتدخل.
أجارفوبيا. أجارفوبيا الأجارفوبيا خوف إنه يصير له ترابل ينحبس مكان ضيق الأسانسير مين بيطلع. طيب إذا بتأثر على حياتك مش ساعتها في علاج، ما بتأثرش مش مشكلة عادي. إذا هذا بتطلب قرار بتطلع عليه، لكن ممكن تسكن مثلا على الطبق 30 مرة هتطلع على الدرج لا لازم تدخل علاج أجارفوبيا. مش بس بتأثرش على حياته ليش؟ لأنه مرحلة مش مشكلة عادي. في نفس الشيء لا عندك سبيسيفيك فوبيا بسميها. هذه أجارفوبيا إنه الشخص بيخاف إنه يتم الحبس أو إغلاق في مكان ضيق وما يلاقيش حدا يستجيب له. طيب في عندنا الـ PTSD مشهور عن القطاع هذا بنسميه Post Traumatic Stress Disorder أثر ما بعد الصدمة. Post Traumatic Stress Disorder يعني الشخص على سبيل المثال يصير في عنده Anxiety والحنزات هذه ناتج من أنه تعرض للتروما. أنا بقصدش اللي هو Physical Trauma، بقصد اللي هو Emotional Trauma، مات له حدا قريب أو حدا عزيز أو أو خلافه. تمام بيصير في عنده Post Traumatic Stress Disorder. هي بصير Obsessive Compulsive Disorders. هذا Obsessive Compulsive، وهذا على فكرة يعني Disorder يعني بغلب جدا وخاصة الأطفال الصغار لما يكون عنده OCD ومش خاص بصير عنده. إيش OCD؟ OCD بصير في عنده على سبيل المثال اللي هو Anxiety. Anxiety هذا ناتج من أفكار مثيرة للاهتمام. الأفكار هذه فيش مش موجودة غير عند الشخص هذا. الأفكار هذه خاطئة بينتج عنها إنه الشخص بيقوم بالحركة نفسها هذه، تمام؟ repetitive ritual بشكل متكرر عشان يطلع الوسواس هذا في الوسط. ماشي؟ على سبيل المثال واحد تبع النظافة بيسلم على واحد، ماشي؟ بيجي حد بيشتغل عليه سلمت عليه بقول لك غسل لك عليه ابصر ايش قاعد عامل بايدي روح غسل. الله ربي غسل لا ما غسلش كويس غسل ثاني اربع مرات خمسه ولا 20 غسلت الحنفيه كويس او الحنفيه كان عليها ما جرافين غسل كمان مره لا الصابون مش كويس غسل كمان مره ضلوا نص ساعة هو شغله لما يجي يتوضا على سبيل المثال نقول له كنت كويس ارجع ثاني ارجع ثاني. في ناس تقعد تعيد الصلاة نفسها 4-5 مرات ممكن يعني يبكي ممكن ينهار بس يقول لك انا مش عارف في حاجات في راسي بضلها ماشي الشخص ما هو يا ريت في بقول لك ليش مو وسواس قهري لانه في عنده افكار بس بقدر يشغل في دماغه افكار هذا غلط ما عشان يكلم الصح. المشكلة الآن لو الشغلة هاي صارت عند طفل تمام حيتغلب أهله جدا في تفسير إيش اللي بيصير معه. بقول لك أنا في حاجة في راسي بتقول لي أعمل هيك في حاجة في راسي بتقول لي أعمل هيك إيش اللي بيصير معي هذا هو شرح وهذا متحمل. طيب في عنا السوشيال فوبيا. سوشيال فوبيا بتخاف مش من الكوميونيكيشن بتخاف انه يعني يصير في عنده اتصال مع ناس غروب او يطلع يتكلم او يطلع مثلا يعني لما يشوف ناس غروب ساعتها بيصير يتصرف تصرفات هي نفسها بتحرجه ماشي وخلص. ليش؟ لانه ارتبك. في ناس كثير بتطلع لما يلاقي قدامه ناس هيك وبده يلقي كلمه سبيسيفيك فوبياز. في ناس بتخاف من البحر، ناس بتخاف من الأماكن المرتفعة، ناس بتخاف وخلافه. هاي بسميها سبيسيفيك فوبياز. إذن هذه أنواع الأنكزايتي ديسوردرز فقط جبناها على سبيل المعرفة. يوم نشوف عندنا الأنكزايتي ديسوردرز أو الهيبنوتيك بدنا نشوف إيش يعني النوم. النوم أو السليب. توقعوا أن السليب هو عبارة عن إيش؟ هو لسه معين في الجسم من الفقر. لا قلنا احنا المحاضره فيها ما يسمى هيبنوتيك. الهيبنوتيك قلنا منوم. بقدرش انا اعطي دواء منوم او افهم ايش دواء منوم غير ما افهم ايش هو النوم وايش مراحله عشان اعرف ايش عدم النوم واعرف كيف بدي اعوضه. لا النوم بشكل عام بشكل عام في له مرات بعض المرات حتى ايش عمل النوم خفيف ونوم ثقيل او خلافه بناء على انه هو تعطي الكهرباء بعد النوم. يعني في ناس كثير يعني مثلا دراسات اللي هو النوم بيجيبوا مطورين بيدفعوا فلوس مبالغ طائله بس تعال انت عشان النوم واحنا بنركز اللي هو تبع اللي هو البرين كارديو ماب او البرين اللي هو الكتريستي تمام التخطيط الدماغ عفوا
وغرف بقيس هو موجات الدماء بحسب كيف في أي مرحلة. إذا بشكل عام النوم بينقسم إلى مرحلتين. مرحلة الأولى تسميها نون رابيد آي موفمنت. واحد هو غير عارف صارت. تعرفوا كيف لما تشوفوا واحد نايم ضرب ضرب خفيف شوي. شوفوا مع الأطفال. هذا هي نسميها مرحلة نون راب نون هذيك تسمى رابيد آي موفمنت. مرحلة حركة العين ثابتة ورابط أي مفرد. هذه نضرب. هذه اللي هو مرحلة تكون فيها الشخص نايم فعلياً. المرحلة هذه تنقسم إلى 4 stages. 1, 2, 3 and 4. Stage 1 اللي هو عنها pre-sleep. إيش يعني pre-sleep؟ لما يغفي لحظة الغفة هذه اللي يقولها أنا بس خليني أغفل بس دي الوقت أقول بدأ فيها. هذه. ماشي يعني بكون نعوس. أو هيك هذا هي أول مرحلة من مراحل النوم إحنا بسميها نان رابيد آي موفمنت ستيج 1. تتبع بإيش ستيج 2 اللي هو إيش مرحلة النوم العميق مرحلة النوم ستيج 3 أند 4 هذا اللي ممكن يندمجوا مع بعض بنسميهم اللي هو إيش دلتا سليب أو اللي هو سلو ويف بناء على موجات الكهرباء اللي موجودة في الدماغ. إذا هذا هو ستيج 1 نحن قلنا non-rabbit eye movement. non-rabbit eye movement. non-rabbit eye movement الستيج هذه مسؤولة تقريبا من 75-90% من وقت النوم مقسمة كالتالي 3-5% stage 1 60% stage 2 يعني هذا النوم الأساسي وفي عادة تقريبا 20% stage 3 and 4 يعني مرحلة النوم العميق اللي هي إيش stage 2 من وين؟ من non-rabbit eye movement. الآن المرحلة هذه في الستيج 2 من نضرب الآي موفمنت واحد بيحلم أحلام بس بتذكرهاش تمام؟ بيحلم في إسهال بيحلم حلم بس بتذكرهاش بتذكره نضرب كول دريمز عشان بتذكرش الحلمات. النقطة هاي على سبيل المثال ممكن الشخص زي ما قلنا أنا بيحلم أحلام ما بتذكرهاش بي لأن النوع الثاني الرابط أي موفمنت هو عبارة عن one phase بس مرحلة واحدة ومسؤول تقريبا 10-25% اللي هي مرحلة زي ما قلنا احنا بعد العين مش يتحرك بسريعة والشخص نوعا ما شوية شبه صاحي يعني مش خلاص نوع عميق شبه صاحي بس هاي في بعض الأشخاص بالنباب الأحلام اللي بتصير في النقطة هذه أحلام هي عبارة عن كوابيس ممكن تصير ممكن تتذكر ممكن يصير كوابيس شفت الواحد يجي يحلم حاس حاله بقعد بس هذه البريسلي هذه اول واحده هذه البري اسلي الاحلام في نان رابط اي موفمنت احلام ممكن احنا نتذكرها ماشي والشخص ممكن يصحى بشكل طبيعي مثل الاحلام بسمعها نان رابط كل واحد الان نان رابط اي موفمنت والرابط اي موفمنت هذه بيصير فيها الترنيشن ايش يعني الترنيشن يعني بيصير في عندك من هو نان رابط اي موفمنت وبعدين نان رابط اي موفمنت 100 دقيقة من النوم 100 دقيقة من النوم تقريبا ساعة ونص ماشي هذول سايكل بعدين بيرجع بغيره ثاني كمان ساعة ونص بعدين بيرجع بغيره ثالث ورابع تقريبا 4-5 ساعات نومك يعني كل واحد لازم يمر بالمرحلة مش في الليل انت بتصحى وتوعى ماشي بالمرة خلاص طب بالربط اي موفمنت اللي بتحسش فيها بتحسيش كيف بتحس فيها لا بتحس فيها بس الشخص اللي بيراقب ممكن يحس فيها. أول من ربط. خلصنا أول أربع مراحل تقريبا 80-90 دقيقة بصير عندك 10 دقائق اللي هو إيش ربط أي موفمنت وبعدين بنرجع كمان سايكل جديد. ثالث ورابع لحد تقريبا 4-5 سايكلز. لازم تدخل الستيج الثاني عشان تستشعر بالراحة. تمام؟ هذه مسؤولة ليش؟ لإزالة التعب الجسدي. الستيج نمبر 2. ماشي؟ النوم العميق. بعض الأحيان الواحد يتكلم فيها، الواحد يقوم ويمشي فيها. تمام؟ لكن لما يصحى بقول انك نهائيا مش ذاكر الشيء لكن لو صحيت في الستيج 1 ذاكر لكن لو صحيت في الستيج 2 مش هتذكر شيء
اشكل الناس طبعا احنا قلنا 4% إلى 5% او 5% الستيج 1 يعني بدايه نوم دقيقتين تقريبا في الستيج 1 بعد ساعه تقريبا ساعه تختلف حسب الفئه العمريه بس اظن تقريبا 5 ساعات بقول لك تختلف حسب التعويض بس كيف يعني كيف تقريبا 7-8 ما ساعة النهار ولا شيء زي ايش زي بالليل النوم النوم شوف النوم في عندك ثلاث انواع في ثلاث انواع من النوم لا سيبك بشكل عام لو انا بقول لك النوم في عندك اللي هو تغفلة النهار هاي عندك حيلولة حيلولة اللي هي بعد صلاة الفجر هذه ما تقربهاش ليش سموها حيلولة لا تحول بينك وبين الرزق ممكن تنام وتروح على النوم وتروح على المدرسة متأخر أو دوام متأخر أو كذا تمام القيلولة هي بعد صلاة الظهر ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة مش تنام وتطلق الغرب ربع ساعة هذه بتصحيك نشيط العيلولة بعد العصر هذه في المرأة في المرأة طيب تمام إنسانية إيش المقصود فيها؟ أرق إيش يعني الأرق؟ عشان يعمل ليه؟ أو؟ بدل يصحى بدل يصحى لأن إنسانية هي عبارة عن حالة الشخص مش قادر يدخل في النوم ينام أو بينام بس بدل يستيقظ في الليل يعني الانسوميا هي عباره عن ايش كونديشن كاركترايزد باي ان ابيليتي تو فول اسليب اور ريمين اسليب مش قادر تنام او مش قادر تحافظ على النوم ممكن الواحد اول ما يحط راسه على المخده ينام لكن بصحى 4-5 مرات في الليل ممكن واحد يحط راسه على المخده وتيجي على الحسابات ويعد الخلفان ويعد ايش الكميه ينام هذه برضه بنسميها انسوميا هل كل حالات الانسومنيا انا بدي اتدخل معها وفي امتحانات تصير ممكن في امتحانات وكل واحد مشغول وكل واحد في عنده موعد وكل واحد في عنده شارب طول اليوم 3-4 كوبايات قهوه على سبيل المثال ماشي فبالتالي الان بتدخل علاجيا اذا الارق هذا بياثر على ديلي اكتيفيتيز ماشي بتدخل علاجيا اذا الارق تبعك بياثر على الديلي اكتيفيتيز تبعتك هاي ساعتها بدها يعني طول ليل سهران ويجي عند الفجريات هيك بنام ولا بروح على شغل ولا بروح على شيء تمام هذا ممكن اتدخل علاجي طبعا استخدام العلاج للهيبنوتكس هيبنوتكس يفترض انه يكون استخدام في حاله ما يكون متوقع حدوث الانسومنيا كيف انا متوقع ان الشخص يوزع الارض بكون مثلاً ما هو بالمعارف إيش هي الحالات اللي ممكن يكون متوقع مثلاً مشرب قهوة لا مش قهوة أنا لسه صنع عصب إيش قهوة غير عصب عشان مثلاً أنا لما بتعمل الصمام تمام قعدت تقريبا أسبوع أو أسبوعين خلاص ماشي لا ماشي تاني بنا بنلبس ولا نمش بس هيك بطلع تغير الساعة بيولوجية تمام فكرة كيف إنه على سبيل المثال في ناس بيسموهم النايت شيفترز شغله بالليل هذا مضطر انه انا اعطيه الدواء هيبنوتيك في نصف النهار ماشي عشان يصحى بالليل لما يصير في عندك تغير مش الساعه البيولوجيه تغير الساعه او المنطقه الثانيه سافرت من الناس هذا الصبحيات رحت عند ناس تدبر الصبحيه الحين بدي ارجع هاي بنسميها هو عباره عن ايش؟ بفضل ساعتها اذا الشخص بقدر يتاقلم حاله فيش مشكله لكن اذا ما قدرش يتاقلم ممكن ساعتها ندي الهيبنوتيك يعني يفضل انه انا اخذها لما يكون عدم توقع حدوث الأول الإنسان بقصد من الموزة بقصد من الموزة لأن السابقين هم إنسومنيا ممكن ها ممكن لا ممكن ست تنام توعى بعد سنة أقول لك ممكن كيف ممكن التغيرات الهرمونية هذه مش دائما اللي بيصير يعني في ستات بعد ما وقت في عندها هوت فلاشز في ستات ولا فلا إيش بعرف هوت فلاش الآن كمان شغلة بدنا ناخذها إنه استخدام الهيبنوتكس دائما غير أنه في حالات اللي أنا متوقع فيها الإنسومنيا لازم تستخدم for short term only for short term only short term ليش؟ ممكن يصير عندك حالة من التوليرانس ماشي؟
بمعنى ايش حاله من التولرنس؟ يعني انت مش هتقدر تنام الا لما تاخذ مش الجرعه كمان جرعه زياده. مشكله ان قبل الانسان الاديكشن اوكي واحد سي هذا كيف يقول لك في عندك التولرنس بتقلل الدراج ديبندنس اند ريباوند انسومنيا. اول حاجه التولرنس اخذت اليوم جرعه مثلا حطيت اسبوع 1 جرام مشيت عليها اسبوع مش عارف تنام على الواحد هذا التجربه شوية شوية حسيت بعندك ديبندنس. ايش يعني ديبندنس؟ يعني انك انت لما تتوقف عن الدواء حسيت عندك ريباوند انسوميا حتضلك فترات طويلة سهران مش عارف تنام الا تاخذ الدواء. يعني فيزيكال ديبندنس ماشي؟ عشان احنا نقول ايش؟ نقول ساعتها لازم تاخذ فور شورت تيرم اونلي بس يعني يومين ثلاث ايام مش كثير او اكثر من هيك ساعتها بالضبط. إذا قلنا أول شغلة بسيطة عن التولرانس الديبندنس معناته إنه حيصير في عندك هو ريباوند إنسوميا لما تتوقف عن الدواء معناته إنه حيصير في عندك ليالي طويلة من الأرق مش عارف تنام إلا لما تأخذ هاي المادة الدوائية. ندخل لموضوع اللي إحنا بنسميه أنكسيوريتكس أند هيبنوتكس. أنكسيوريتكس أند هيبنوتكس. الأنكسيوريتكس إحنا بنسميها أنتي أنكسايتي. أنتي أنكسايتي. هي هاي الأدوية تعمل عملية سيديشن. إيش يعني سيديشن؟ يعني calming effect calming down تبع عمله تهدئة بالشخص تخفيفه. طبعا أي لو بيعمل sedation لو زودنا الجرعة تبعته ممكن يعمل hypnosis تمام. بس لو بيعمل sedation ممكن إنه مستخدم كhypnotic يعني أدوية مالها تخلي الشخص ينام تخلي الشخص ينام. بعض الأنكزيوريتك أو الأنتي أنكزايتي في إلها تأثير بنقول عنه أنتي كومبالسنس أنتي كومبالسنس. إيش العلاقة بين الاثنين؟ السيدتيف مش قادر تعمل تخبيط للسنترال نيرفس سيستم. الكونفولجن معناته أوفر أكتيفيتي ممكن أنا أستخدمه عشان برضه أخرج اللي هو التشنجات. الآن فعليا ما فيش فرق عندي ما بين الأنكسيوليتك والهيبنوتك إلا الجرعة. الجرعة بمعنى بجرعات منخفضة الدواء هذا أنكسيوليتك. زودنا الجرعة شوية يصير في عندي هيبنوسيس. زودنا الجرعة شوية ممكن يدخل في غيبوبة وزادت يموت. إذا هذا بنسميه هو ايش؟ الدوز ريسبونس ريليشن. بمعنى انه حنبدا بسيديشن هيبنوسيس زدنا شوية كوما ممكن ندخل بعديها في ليث. معظم الأدوية اللي تصنف انها سنترال نيرفوس سيستم ديبريسنت هذا هو الشغل تبعها. لكن الدوز ريسبونس كيف عندي هيك؟ يعني نبدا بسيديشن بعدين سليب بعدين ممكن ندخل في مرحله نسميها انستيزيا تخدير بعدين كوما بعدين ديث. كل سنترال نيرفوس سيستم ديبريسنت تتبع هذا المرحله. لكن الفرق في ايش؟ في الجرعه اللي بتوصلني من السليب للانستيزيا الكوما. الباربيتيريت على طول لكن بينما البنزودايزابين يعني شويه بنضلنا موجودين في المرحله هذه هيك فتره فتره وبعدين بنطلع. سمعنا الثيرابيوتيك اندكس حنشوف واحده بالتفصيل قدام. انستيزيا ندخل في كوما بعدين ديث. ديوريشن اوف اكشن الادويه هذه فتره المفعول تبعتها بتختلف من دواء الى اخر وبالتالي استعمالها بيعتمد على فتره المفعول تبعها. استخدام الادويه هذه بيعتمد على فتره المفعول تبعها هي سمعنا ديوريشن اوف اكشن يعني فتره بقائها في الجسم. ايضا الاثار الجانبيه اللي بتظهر من هاي الادويه برضه بتعتمد على فتره المفعول. كيف؟ في عندي شورت اكتنج، شورت اكتنج يعني المفعول تبعها 1 تو 2 اورز بس. هذه بستخدمها كانديوسرز ولا سستينرز؟ بستخدمها كدواء يحفزك على النوم ولا يخليك نايم؟ يحفز. اذا انت فيش عندك مشكله في البقاء نائما بس عندك مشكله في الوقوع في النوم بنستخدم لك هو ايش؟ الشورت اكتنج اللي حنقول عنها سليب انديوسرز. لكن مشكلتها ايش هذه؟ حتنسحب من الجسم بصوره سريعه حتصحى ثاني يوم مالك انكسيوس في عندك انكسايتي تمام؟ وخاصه لو ايش صار في عندك اللي هو تولرنس عليها ديبندرز على طول بتنسحب من الجسم ثاني يوم حيصير في عندك اللي هو ما يسمى بالانكسايتي. إذا قلنا هذا استخدام الشورت اكتنج انديوسر لكن السايد افكت تبعها ثاني يوم يصير في عندك انكسايتي. بالمقابل الانترميديت تستخدم ك
sustainers يعني بتحافظ على طول فترة النوم. المشكلة تبعتها إنه تاني يوم تصحى مش مصحصح. ليش؟ لأنه لسه في منها باقي في السيستم عندك. يعني نسميه هذا إيش؟ residual depression، يعني شوية اللي هو تخبيط باقي تاني يوم ما تكون مش مصحصح. الآن long acting طويلة المحول اللي بيمتد محولها إلى 3 أيام، ما لها هذه؟ حط لك 3 أيام وأنت يعني فبالتالي هذه الأدوية بشكل عام ممنوع أنا أستخدمها في حالة اللي هو المريض اللي برا المستشفى أو اللي بيتحرك بيروح وبيجي. ليش؟ لأنه طول اليوم حيضل مصطوم صدق. هذه الأدوية ساعتها بتفيد في علاج اللي هو بعض الأنواع من الإبيليبسي أو الصرع، لأنه بتحافظ على سيستم المستشفى مفرط قبل فترة ممكن. المقصود اللي هو الدبريشن أو الاكتئاب؟ لا، الاكتئاب تطبيق مش اللي هو اكتئاب، تطبيق السنترال نيرفس سيستم. إذا إبليبسي صعب إذا كمان مرة الديوريشن أوف أكشن، الديوريشن أوف أكشن تبعت الأدوية هذه بيعتمد عليها استخدام والسايد إفكت. الشورت أكتن بستخدمها كإنديوسر، لكن بلاقي من ضمن السايد إفكت تبعتها والأدفس إنه تاني يوم تصحى في توتر. الانترميديت سستينر ثاني يوم في عندك باي ديبريشن لسه ما تكونش مصحصح 100%. اللونج اكتنج في الغالب نستخدمها فور انتي ايبليبتيك ماشي، والمشكله تبعتها انه الديبريشن بيكون سيفير، عشان هيك ممنوع استخدمها لناس يعني عندها اعمال وعندها شغل او سواق سياره وخلافه. ما بتظبطش معنا الكلام هذا. السلام عليكم استاذ احمد سعيد. طيب. لا مش أقول. وصلت وشوفوا حدا شافوا عليه خلاص بس. طيب. الأدوية هذه ممكن بتم تقسيمها كيميائيا من على مجموعات كيميائية، أو ممكن تقسيمها حسب اللي هو duration. بمعنى انه في عندي البربيتوريكس، في عندنا البنزودايازيبينز، وفي عندنا اذرز يعني نون باربيتوريت نور بنزودايازيبينز. هذه المجموعات الكيميائيه ممكن اقسمها حسب الدوريشن اوف اكشن. لونج اكتنج زي ما قلنا هذه بستخدمها في الابيليبس. في عندنا انترميديت بستخدمها از سستينرز. في عندنا شورت از انديوسرز. في عندنا الترا شورت. الترا شورت لقيت لما اقول لونج اكتنج 3 ايام، البنزودايزيبينز الانترميديت 20 ساعه، الشورت 8 ساعات، الالترا شورت 15 دقيقه. هذا ليش بستخدمه؟ لا احد ينام ولا احد يضل نايم، بنستخدمها في الاي في انستيزيا. اي في انستيزيا التخدير العام الوريدي، يعني بروح بعض المريض الدواء هذا عن طريق الوريد عشان يتخدر، وبعدين بعطي له الانهيلر اللي هو غاز التخدير. بالتالي بتستخدم في الاي في انستيزيا، هناخدها بالتفصيل، هي عباره عن ايش؟ ادويه التخدير العام الوريديه. بحط الدواء على طول في المحلول، بقول له عد مش حتى للخمسه للثلاثه، على طول بيبدا المفعول، وبالتالي بيصير في عنده تخدير، بنروح بنحط اللي هو الماسك. تمام؟ ليش ايش؟ ليش بيخدروا بالغاز بسرعه؟ بيخدر بالغاز بسرعه. ليش هنا الكلب والغاز بسرعة؟ لا مين قال إنه حطوش في الوريد إشي؟ في كوكتيل من عطف الوريد. أنا أخذها بالتفصيل. في عندك كوكتيل من الدواء من عطف الوريد. في الغالب بيكون بيه معثر أنت. ماشي؟ طب ليش بستخدمش الغاز بس لحاله؟ لا مش بستخدم. عشان السجل أسرع تكون في الدم. ممكن تكون في عمليات طويلة. لا بس. قسم. حشوفه بالتفصيل هذا في الآي في أنستيزا أو في الأنستيزا بشكل عام. الغاز لحاله ممكن ياخذ فتره زمنيه اطول. تمام. الاي بي انستيزا لف الدم واحده، يعني ضربه قلب واحده بيكون على طول في عند التخدير. اول مجموعه شوفها هي البنزودايازيبينز. اشهر واحد عندنا في البنزودايازيبينز ابوه هو الاسيفان، اللي بنسميه الدايازيبان. الاسيفان او عنه اللي هو مجموعة البنزودايازيبينز
في عندنا اللي هو الدايزيبال بنسميه اسيبال، في عندنا اللورازيبال 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 سيمازيبال، المجموعة هذه كلها بنسميها اسيبال. لكن كلهم كركبة واحدة تختار مظبوط، لكن لما نشوف كمان شوية يتقسموا لونج انترميديت شورت اكتنج شوية بخف عليهم، بس هم حيكونوا في النهاية. طيب البنزو ديازابيز أكثر مجموعة من الأدوية تستخدم أنكسيوليتك، مش بنحكي أنكسيوليتك. طيب ليش بتستخدم؟ لأنه في الغالب سيف أند مور إفكتيف. من مين؟ من مجموعة الباربيتوريت اللي هي الأقدام. الباربيتوريت زي الفينو باربيتال، فينو باربيتال، هذه المجموعة الأقدم. لومينال مجموعة الباربيتوريت، هذه المجموعة الأقدم، يعني هي كانت اساسا تستخدم كادويه منومه، لكن وجود مجموعه احدث اللي هي البنزودايزابينز اكثر امانا واكثر فعاليه تم من خلال استبدال الباربيتوريت. مشكله الباربيتوريت زي ما حكينا، هان في عندي دوز ديبندنت سيريبرال ديبريشن، يعني اول ما زود الجوع وبالتالي اوفر دوز ممكن تكون قاتله في الباربيتوريت، لكن نوعا ما في البنزوديازابينز عند السليب شويه هيك بصير في عندنا سستينينج، ما بتزيدش بشكل مضطرد. ماشي؟ يعني الثيرابيوتيك اندكس للبنزوديازابينز اعلى من الثيرابيوتيك اندكس للباربيتوريت، هذه اهم شغله عندنا اللي من خلالها دعمت البنزوديازابينز تستبدل الباربيتوريت عن طريق اللي هو السيفتي. كيف بتشتغل البنزوديازابينز؟ بما انها منومات او مهدئات، يعني بتزيد التخبيط ولا التحفيز؟ التصبيح بتزيد التصبيح وبتشغل عن طريق جابا، جابا ماينو بيوتيريك اسيد. تمام؟ الان ايش اللي بيصير عندي؟ البنزوديازابين بتروح ترتبط مع الجابا ريسبتور، لكن مش في مكان الجابا، في مكان ثاني موجود عندي. هذا هو الجابا ريسبتور. ماشي؟ لقيت الجابا ريسبتور مسؤول عن ادخال ايش؟ كلورايد ايونز. الكلورايد لما تدخل من برا لجوا بصير في عندها حاله من الهايبر بولاريزيشن. ايش يعني هايبر بولاريزيشن؟ يعني ايقاف استقبال الاشاره العصبيه. الان المستقبل تبع الجابا بدون ما يكون مرتبط معاه هو الجابا مغلق، يعني الكلورايد مش داخل. لقيت الجابا مولكيول لما يرتبط مع الجابا ريسبتور حيفتح ويدخل جزء الكلورايد، يعني حيصير في عندنا هايبر بولاريزيشن، يعني حيصير في عندنا تخبيط، لكن مش كافي. فلما تروح البنزوديازابين ترتبط مع مستقبل جابا، ايش حتسوي؟ حتزيد من فتره فتحه، وبالتالي حتدخل كميه اكبر من الكلورايد، يعني الهايبر بولاريزيشن اللي حينتج عندي اعلى، يعني التثبيت حيكون اطول. فهمت كيف الفكره؟ انا لا باثر على تصنيع جابا ولا باثر على افرازه. ماشي؟ ايش بروح بسوي انا؟ برتبط مع المستقبل تبعه حخليه يفتح فتره زمنيه اطول. وبالتالي المفعول تبع المستقبل هذا اللي هي هايبر بولاريزيشن حيمتد فتره زمنيه أفضل. إنك الفكرة إذا ترتبط مع مستقبلات جابا ريسبتور وبتروح بتزيد من الانهيبيتوري أكشن تبع الجابا ريسبتور عن طريق دخول أيونات الكلومات. طيب من ضمن المفعول هذا إيش أنا ممكن أستفيد؟ يعني المفعول هذا اللي حصلت عليه من ارتباط الجابا ريسبتور والانهيبيتوري أكشن، إيش أنا بستفيد؟ بيطلع معايا reduction of anxiety at low doses، يعني at low doses بنسميها anxiolytic. At higher doses ندخل في عملية اللي هو hypnosis، يعني بجرعات عالية بصير في عندي تنويم. ممكن استخدمها عشان اعمل anterograde amnesia. amnesia معناها فقدان ذاكرة. في عندنا نوعين من فقدان الذاكرة. retrograde فقدان الذاكرة الماضية. anterograde فقدان الذاكرة الجاية. مش كنت في ليش بتخلي واحد ينسى اللي جاي؟ هنشوف. ممكن استخدمها كأنتي كونفرزنت. كونفرزنت جاي من كونترول جيم. سيجرز. يعني أنتي إبليبسي خاصة أنا نوع منها. اللونج. لونج ديوريشن. ممكن تستخدم كمصل ريلاكسنت. مصل ريلاكسنت. كثير جدا عندنا فيه اللي هو بعض الأدوية المرخية للعضلات زي المانجسك اللي هو الأورفينادرين. في منه مانجسك دي. إيش الدي هذه؟ الطيازبة. بنزوديازابين الاثنين بنحطهم مع بعض. ليش؟ حنشوف الان بالتفصيل. اذا خلينا نشوف الاكشنز هذول او اليوزز تبعتها واحده واحده. اذا احنا قلنا في الانكزايتي ديسوردرز طبعا ات لو دوزز
استخدم في علاج حالات الانكزايتي. لمين؟ كل الانكزايتي اللي بينتج عنها اعراض على سبيل المثال بانيك اتاك، البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، جنرالايز انكزايتي ديس اوردر، اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، يعني كل الاعراض اللي هي بتكون ناتجه عن انواع مختلفه من الانكزايتي بينفع معها الادويه. تمام؟ طيب هل اذا كان الواحد في عنده كرونيك انكزايتي بفضل دائما أن استخدم اللونج اكتيك او اللونج ديوريشن، لكن لو الواحد في عنده هو ايش يعني ترانزيانت انكزايتي اتاك، ليش نستخدم اللونج؟ نستخدم شورت اكتيك. من ضمن اللونج اكتيك بنزل ديازيبينز كلونازيبام نورازيبام اندايازيبام، اشهر ثلاثه عندنا في السوق كلونازيبام اسمه كلونكس، لورازيبام وعلى لوراكير، الدايازيبام اللي بسموه احنا اسفان. ماشي، هذول الثلاثه بشكل اساسي بيستخدموا ان ايش في الكرونيك مانجمنت اوف انكزايتي اتاك. تمام، ممكن الالبازولام يستخدم شورت اكتنج او حتى فور لونج تيرم. الان زي ما حكينا لازم الادويه هذه تستخدم لحالات السيفير انكزايتي اتاك، تقدر في حالات السيفير انكزايتي اتاك، مش اروح استخدمها عشان الواحد يعني يعالج المشاكل اللي بتصير معاه. شكرا لك. يعني الواحد على سبيل المثال قدم معاه الامتحان ولا كويز وروح هيك متضايق، اتحب بس على اخوتي عشان بس اروح ولا ادري. اسمع، واحد على واحد على واحد مش حتخلص. اذا فقط لو في بنسميها الكرونيك او السيفير انكزايتي اتاكس. طبعا لازم نقول احنا كمان مره استخدامها يكون لفترات زمنيه قصيره، فترات زمنيه قصيره لانه ممكن انت تعلق فيها وبالتالي يصير في عندك ديبندنس. تمام، تعتمد عليها وقت اللي صار تقدر تدخل في ادكشن. الانتي انكزايتي افكتس، انتي انكزايتي افكتس التولرنس تبعها بيصير اقل من الهيبنوتيك افكت. لو انت بتاخذ البنزوديازيبينز عشان الانتي انكزايتي افكت نوعا ما التولرنس ممكن يصير بس بعد فتره زمنيه طويله، لكن لو بتاخذ دواء هذا كمنوم بعد فتره زمنيه قصيره حيبطل يجاوب غير الضعف الجرام. تمام، اذا الافكتس اللي بتعملها مش كلها تولرنس بصير لها بنفس الوقت. الانتي انكزايتي الافكت تبع الانتي انكزايتي او انكزيوليتك التولرنس تبعته اقل من امكانيه الهيبنوتيك افكت اللي بصير بصوره سريعه جدا. استخدام الأدوية هذه كمنومات بسبب إيش؟ بسبب إنه بتزيد الستيج 2. إيش يعني الستيج 2؟ النوم العميق. والشغلة الثانية إنه الفترة الزمنية اللي بتاخذها عبر ما تدخل في النوم هذه بتقصر. يعني الواحد بدل ما يجي ينام يقعد مثلا 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، لما تاخذ البنزوديازيبينز على طول. الشغلة الثالثة بتعمل ايش؟ بتقلل من الرابد اي موفمنت سليب واللو ويف سليب. يعني ايش؟ عشان نيجي نظبطها مع بعض. قلنا ان الرابد اي موفمنت في عندي فور ستيجز، مضبوط؟ أول واحدة بتقصر. ثاني واحدة بتطول. الثالثة والرابعة هذول بيقصروا. الرابد اي موفمنت برضه بيقصر. يعني الآن مرحلة النوم العميق هذه اللي أنا بخليها تستحوذ على تقريبا 90% من النوم لحالها. وبالتالي هذا المفعول تبع مين؟ تبع البنزو دايزابينز. الان المشكله عندي في ايش؟ بدك تيجي تعمل بالانس ما بين المفعول المنوم للدواء هذا وبين الاثار اللي حتصير عندك ثاني يوم الصبح. تمام؟ احنا قلنا اللي انا بدي استخدمه كمنوم مش الشورت، الانترميديت. والانترميديت مشكلته ايش؟ انه ثاني يوم بتصحى في عندك هانج اوفر، هانج اوفر. عشان هانج اوفر هو اثار ما بعد الاستيقاظ. ماشي؟ الناس بتشرب كحول بصير في عندها ثاني يوم هانج اوفر، هو اثار ما بعد الشرب. الناس اللي بتاخذ الادويه المنوعه ثاني يوم بصير عنده هانج اوفر، اثار ما بعد زوال الدواء. ايش بصير في عنده؟ عدم نفاق، مش صاحي، مش مصحصح 100%. بدك تعمل بالانس ما بين ايش؟ ما بين اللي هو الدواء عندك والجرعه اللي من خلالها حتنام، وبحيث انه تصحى باقل الاثار الجانبيه ثاني يوم الصبح. بشكل عام الادويه هذه ممنوع تتاخذ اكثر من 4 اسابيع. ليش؟ لانه ساعتها حيصير في عندك تولرنس
هتسوي الجرعه تبدا حيصير في عندك التكشف. لما تيجي تتوقف عليها مش حتنام الا لما تاخذ الدواء. نسميها ريباوند انسوميا. انسوميا عرف ريباوند معناته ايش؟ ناتج عن اللي هو توقف عن الدواء. زي ما حكينا في مره واحد ريباوند هايبرتنشن. انت بتاخذ الدواء هذا لعلاج الهايبرتنشن زي البرازيسي. توقفت عنه فجاه بصير بعدها ارتفاع ضغط. الدواء اللي ينسحب من الجسم نفس المعنى نفس لا الدواء اللي ينسحب من الجسم يعني الدواء لسه موجود بالسيستم ما راحش كله. الهاند جوفر هو الاثار الضايله موجوده التصحيح، لكن عشان الدواء موجود بالسيستم لسه مش فايق. لكن الوثدرول هو الانسوميا، الدواء لما انسحب بصير في عندك اللي هو الاثر. تمام. طبعا خذوا بالكم مش كل البنزوديازابينز هي عباره عن هيبنوتكس، لكن كلها تعتبر انستيوليتك. مش كل البنزوديازابين هي عباره عن منومات، لكن معظمها كلها تعتبر ايش؟ انستيوليتك او بتعمل عمليه سيديشن او الكالمينج افكت. معظم الادويه اللي بتوصفها بالصيدليات لعلاج السليب ديس اوردرز في عندنا فلورازيبام. فلورازيبام مشكلته انه لونج اكت. في عندنا تيمازيبام هذا قصير المفعول ساعة لساعتين. ميزته قلنا قصير المفعول بنخليه ايش؟ انديوسر. ميزته ايش؟ انه بيخليك تنام بسرعة، لكن ماليش دعوة تقدر تنام ولا لا. قصير المفعول من ساعة لساعتين، لكن الاون سيت تبعته بطيئة. الاون سيت تبعته ايش؟ بطيئة، يعني بدك تاخذه قبل تقريبا بساعتين ثلاثة قبل تجي تنوي تنام. ماشي؟ إذا هو عبارة عن شورت اكتنج معناته انه بيحسن من دخولك في مرحله النوم، او عفوا العكس معلش، هو شورت اكتنج بيخليك نوعا ما اللي هو نايم مش تدخل بالنوم، خليك نايم. يعني ايش بيخليك نايم؟ يعني بيعمل سستينر، عفوا بس الخطا، يعني هو بيخليك هو يعتبر سليب سستينر وليس انديوسر. لكن المشكله تبعته انه الانسيت تبعته بطيئه، لازم تاخذه قبل ما تيجي تنام تقريبا بساعتين او ثلاث ساعات. يعني سستينر وليس انديوسر، لكن بداية المفعول تبعته هي البطيئة اللي بيخليك تاخده قبل النوم بثلاث ساعات. مش زي ما بنشوف بالتلفزيون انك بياخد الحلم منها وبينامها. ولا تروح تجيب اللي هو القطعة من القماش تحط فيها كلوروفورم وايثر او ما تحطها هيك على طول. لا هذا ما طيب الترايزولام بالمقابل مش الفلورازولام. الترايزولام هو اللي بيستخدم كانديوسر. كانديوسر ايش يعني انديوسر؟ يعني بيدخلك بعمليه النوم، دخلك بعمليه النوم. الترايزولام طبعا التولرنس تبعه بيصير بصوره سريعه جدا، معناته انه لما تنقطع عنه بيصير في عندك ريباوند انسوميا. عشان هيك دائما الادويه هذه يفضل تستخدم بشكل متقطع مش بشكل مستمر. لو بدك تاخذها بشكل مستمر لاسبوعين او ثلاثه حتبطل الجو معك، لكن لو اتاخذت مره كل اسبوعين مرتين كل اسبوعين نوعا ما بتقدر تحافظ على المنطقه. امنيشيا، وليش على امنيشيا؟ فقدان الذاكره. طب ليش انا بدي اعطي الدواء هذا لواحد عشان اخليه ما يكونش ذاكره؟ مش يفقد الذاكره القديمه، خليه غير قادر على تكوين الذاكره. جرائم؟ ليش عم تسوي جرائم؟ بدي تغطي على جريمه. في بعض الاحيان يعني انا مثلا اليوم بربش حالي انه في واحد عجوز بده يموت فبدي اخذها قبل ما يموت عشان انسى. لا بعد صارت الذاكره. هذا ايش معناه؟ انتيرو جريد امنيجيا، يعني لما تاخذه دواء بعد ما تاخذه ساعتها بيكون في عندك عدم قدره على تكوين ميموري. ماشي؟ قبل محاضرة الفارم. يا شيخ. طيب حتوصف الامتحان. الإمام بدون هالواسطة من الامتحان. طيب. ما تعديته واحد يا حسن ولا بدك ترجع لها واحد ثاني؟ ما فارقتش. ما قتلتش؟ الحين صرت على زعلان. طيب الفكرة كيف؟ في بعض الأحيان لما يكون في عندك سيرجيكال بروسيجر. عملية جراحية. تمام؟ أو شخص بدنا نعمل عملية خلع سن، يعني البروسيجر عندك هذا ماله؟ يعني مؤلم بديش اتذكره اللي يعني مبهدل شويه، فممكن تاخذ الدواء. مش عندنا طبعا، عندنا بدون مخدر. اندوسكوبي منظار
ماشي على سبيل المثال الدنتال بروسيجر ماشي ترقيع الجلد تغيير الجروح تبعت خاصة الحروق تغيير الحرق لو واحد يغيره ويغسل على هذا مش مشكلة يعني ممكن تاخذ ليش عشان نوعا ما ما تلزق الذاكرة هذه بدماغه الآن إيش اللي بيصير في عنا بيصير في عنا الشخص نوعا ما conscious sedation sedation هادي يعني بقول له اعمل هيك بعمل هيك مد ايدك مد ايدك تحتمك وتحتمك لكن ماله مطيع ومش في عنده افضل الادويه اللي تستخدم هي عباره عن الميتازولام طبعا هذا ممكن ينعطى ضمن الكوكتيل ما قبل التخدير مش عشان تدخل الشخص بالتخدير لا عشان اخليه ايش غير متوتر وتعرفين الواحد يتوتر بس بينسى الموقف هذا كله طمه تحت مفعول هذا الدواء مش حيقدر يجمع ولا ذاكرة في بعض الأحيان مش حيقدر يجمع ولا معلومة ولا معرفة تسعى بهاي الفترة لا خمس برجع طبعا بعد ما يروح مفعول الدواء بيرجع الأمور لوضعها الطبيعي الآن إن سيجرز أشهر الأدوية اللي تستخدم هو كلونازيبام سيجرز هو بعض الأنواع من التشنجات أو كلونازيبام ومتازيبام هذا قلنا إحنا على ثلاثة دول بالهم طبعاً مش كل الأنواع تبعت السجن نستخدم الأدوية هاي الديازيبام يعتبر من ضمن الأدوية الفايز الجورسي اللي نستخدمها لعلاج ستيتس إبليبتيكس خلوها في بالك وهذه لما نجي للإبليبس ستيتس إبليبتيكس طبعاً إيش ستيتس إبليبتيكس ليش نشرح الموضوع أنا كبير شوية الستيتس إبليبتيكس نوع من الإبليبسي صراحة تشنج إيش اللي بيصير عند الواحد الشخص بيصير عنده نوبة تشنج وبعدين تتوقف بدخل في نوبة تانية من دون ما يستعيد وعيه يعني أغمى عليه فقط الوعي صار في عنده نوبة التشنج وعلى طول دخل في واحدة تانية دخل في ثالثة في رابعة من غير ما يفوق لازم أنا أوديه على الإمرجنسي ديبارتمنت ونعطيه اللي هو الدايزبام أو لورازبام أي في عشان يخف أما أنا أعطيه حبة عن طريق الفم ما ينفعش الحل عندها في الستاتس إبليبتيكس يا إما فينوباربيتال يا إما الدايزبام هذول بينعطوا أي في لا علاج هاي الحل نشوفه بالتفصيل في حلول طيب الآن كلور دايزم أوكسايد أوكسازيبام أو الدايزبام هاي في الغالب بنستخدمها كأدوية تساهم في علاج الكحول وثدرول سيمتومز الكحول وثدرول يعني بنعالج الشخص اللي هو المدمن على الكحول ومفروض بس أنا أدمن عليه هو الآن عندنا بتأخذ الأدوية بتأخذها هذه والله عشان تستخدم في علاج هو الترمدول أدكشن بتمسها بمسك في اللوراكين بسيبها بمسك في اللوراكين كتير عشان هيك وعشان هيك نقول إحنا مفروض العلاج هذا بيتمش خارج المصحة هذا من المصحة مش بمراقبة الطبيب أما الطبيب إنه يكتب روشتات وهو قصة بتاع خلاص انت راحت عليك حبه واحده على سبيل المثال تيجي الصحه بتفتش لقيت عندك خمسه وين انت وين وديتها على المبنى على المبنى حرك بالزياده خصوصا شفتها طيب خلينا بس نشوف الان البنزوديازابينز بشكل عام هاي المجموعه بستخدمها ليش؟ لا علاج بيسمى اللي هو الكحول وثدرول سيمتومز كيف؟ الان انسحاب الكحول من الجسم ممكن يسوي سيجرز ممكن يعمل سيجرز فبالتالي وانا بعمل عمليه اللي هو انسحاب الكحول عن طريق اللي هو ايش؟ يعني علاج الادمان على الكحول بعطي البنزودايزين زي الدايزيبام ليش؟ لقيت في عندي ما يسمى كروس توليرانس ايش يعني كروس توليرانس يعني هو مدمن مفروض من الكحول لما اعطيه على سبيل المثال البنزودايزابينز بقول لك الجسم يستجيب اوكي حاجه شبيهه بالكحول فيش عندي سيجرز لكن الان الكحول عندك واثاره بتنسحب من الجسم بدون حدوث السيجرز. فهمت كيف؟ يعني بروح بعطي الادويه هذه للمريض اللي احنا قاعدين بنعمل عمليه تنقيه للكحول من جسمه بحيث انه انا امنع حدوث السيجرز.
يعني هذا تعتبر أنتي سيجر في هاي الحالة فقط، مش يعني بتساعدني في علاج اللي هو الألكوحول وثدرول سندروم، إلا في عكس هو عملية هو منع الحدوث السيجر الناتج عن انسحاب الكحول في الجسم. ليش علاقة كروس تولرانس؟ كروس تولرانس الآن إيش يعني كروس تولرانس؟ صار عنده منع التمرين. إيش يعني تولرانس؟ خلاص بيعتمد عليه، هو بيعتمد على الكحول ماشي؟ لأن لما طول البنزوديازابينز بيعتمد عليها بسيبه من الكحول ماشي؟ بستبدل بشيل الكحول وبحط بداله هذه، حس بحاله انه في عنده الان كحول بيرميه فبالتالي بصيرش عنده سيجرز. هو المسكولر ديس اوردرز زي ما قلنا ممكن تستخدم كمصر ريلاكسنس، مصر ريلاكسنس بمعنى انه الدايزبام زي ما حكينا بنلاقي موجود في كومباينيشن مع الالفنادرين سيتريت هو مصر ريلاكسنس. لكن هذا ايش بروح يسوي؟ بيشتغل الان على زياده الجابا اوبننج مش على السنترال نيرف سيستم في الدماغ، على مستوى السباينال كورد. هيك فهمي شوي مستحصل معي شوي يعني. احنا قلنا السنترال نيرف سيستم بيبعث الاشاره بتطلع عن طريق السباينال كورد للعضلات. هلا قد بنلاحظ انه الدايزبام البنزوديازابين بيشتغل بنفس اليه اللي هو زياده الجابا اوبننج، يعني بيعمل هايبر بولاريزيشن وين؟ على مستوى السباينال كورد. يعني الخلايا العصبية اللي بتطلع الإشارة والعضلات الإيرادية هذه مالها بيثبط المفعول تبعها، وبالتالي بستخدمها في علاج لو على سبيل المثال سبازتيسيتي أو بسميه مصل ستريز. إيش أنا مصل ستريز؟ شد العضل، بستخدمها لعلاج الشد العضل. في بعض الأحيان في المالتيبل سكليروسس تماما لما يكون في عدد سبازتيسيتي ممكن نستخدم هذه الأدوية للعلاج. يعني إيش؟ سيمتوماتيك تريتمنت، بستخدمها بس عشان أريح العضلة ونعالج فقط اللي هو الشد العضلي اللي موجود.